البوكه بتاعتي اتاخرت ليه يا احمد؟ حالا يا نجم. معلش اسفه، هو مش حضرتك اليوتيوبرز علي امام صح؟ ايوه. انا معجبه بحضرتك جدا، فيديوهاتك عسوله خالص. تسمح لي اقعد؟ ايوه طبعا اتفضلي. شوف الانسه تشرب ايه يا ابني، مش انسه برضو؟ طب انا بقى علي وبيقولوا لي يا لولو، وانتي؟ وانا منى وبيقولوا لي يا موناليزا. حلو، لايق عليكي. ايه هترسم لي النهارده؟ هنشوف. ها تشربي ايه؟ والله انا ما بقولش للكيف لا، بس على شرط هتشرب معايا. اوه هتشربنا ايه بقى؟ كل اللي بتحبيه. جامد. ايوه يا جنش. يا استاذه. يلا اتحرك حالا. دلوقتي؟ حاضر. مع السلامه. يا اخي تمام. ايه ده يا ابني؟ ده مين اللي عمل فيك كده؟ أنا عايز أعمل محضر يا باشا، كمان اللي الصوت ضربني. وأنت بقى بتصور الفيديوهات كلها هنا؟ هنا بيتي، وفي نفس الوقت الاستوديو بتاعي، أصور، أعمل انترفيوز، كده يا. طب أقول لك إيه؟ البتاع ده تقيل على دماغي، قوم هات لي فك. ما تقوليش، طلعت أي كلام. يلا بقى. معلش يا سيدي، إحنا مش معلمين زيك. بتعمل ايه يا عم انت هو عندي هنا؟ مساء الخير. ازيك يا لولو؟ انا الصراحه كنت بدور على شاي عندك، والصراحه انا ما فهمتش في انواع الشاي اللي بتجيبوه من بره ده. معلش سامحني، انا راجل بلدي وبحب الشاي البلدي.